فرجيكي الحاجات اللي معاكي. لا بقى ما اقولكيش المره دي حاجات ايه، عسل عسل يعني. رايك في الاحمر؟ عندي منه كتير يا اختي. عندك الخير كله يا رب. طب بصي ده مختلف، احمر في اسود. بصي كده وقولي بس، خدي بالك ده بتاع بيت مش بتاع نوم. لا 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 انا عايزه بتاع نوم. عيني انتي تؤمري. هو فين الاسود السايح النايح ولا ايه؟ لا 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 صدقي بالله انا فهمت طلبك، والنبي ما طلعه للغليل. ما تقولي ليش اصفر سايح نايح. بصي بقى واتفرجي وقولي لي الخطر اللي جالي. بصي رعاش رعاش. انا عارفه انه حلو طبعا، لان انا امبارح اخدته من وزه. هي وزه كانت هنا؟ اه كانت هنا. في حاجه؟ حاجه؟ حاجه ايه يا ست الكل؟ وزه؟ يا نهار اسود، وزه دي اختي اختي، متربيين في حاره واحده واكلين من طبق واحد. تقولي لي في حاجه؟ ده كلام؟ بصراحه جابتهولي وقالت لي لسه نازل نوفي، وبما انك انت جايباهولي النهارده يبقى وزه ما كدبتش عليا. نهار اسود؟ وزه تكذب؟ جرايه يا ست الكل، بقول لك اختي اختي كده، دي شقيقه. طب ثانيه واحده بس ارد على التليفون. براحتك، اتفضلي اتفضلي. وزه لا تتشك انت، وزه ساعه واحده فيها نسوان حلوين زكا بيتهاولي. جالك شنجه بعيده. اتأخرت عليك يا ستي كل براحتك. بقول لك ايه بقى، ما دام وزه جابت الغرض استأذن انا بقى الم لقمه عيشي. ما انت فاهمه. ماشي بس اوعي تنسي ما تجيبليش حاجات تانية جديده. جرايه يا ستي الكل، ده انت دماغك تحطيها في العين دي ورجليك تحطيها في العين التانية. تأمرينيش بحاجه؟ لا شوف، وعليا نعمه تأمري. ربنا يخليك. الله يخليك الله يخليك. اول ما اجيب الموديلات الجديده هكلمك واجيلك هوا. خلاص بس هتعملي وزه بقى ولا بطل المره الجايه. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. خدي الباب في ايدك بقى. ايه ده؟ اسود؟ الخاتم فين؟ يا نهار اسود، البنت سرقتني دي ولا ايه؟ انت اعرف امك، الخاتم فين؟ ورحمة أمي، ورحمة أمي اللي ما بحلف بيها كده، ما أعرف عن الخاتم ده حاجة. بص يا عشجان، أنت هتطلعيه هتطلعيه، يا إما خلي الأمور اللي وراكي ده يدور عليه في أي حتة أنت مخبيها فيها، فهماني؟ وعليا النعمة يا باشا، وعليا النعمة من نعمة ربي ما أعرف عنه حاجة. طب أقول لك إيه طب؟ شكلك كده مش هتيجي بالسوق، فتشها. والنبي يا باشا، والنبي يا باشا، والنبي ما عملت حاجة، طب أعمل إيه؟ وغيرت الحاجة تغريد عندك. ما تجيبي سيرتها على لسانك يا بت. حقك عليا يا باشا، أنا آسف، حقك عليا. بس ما تخلوش يعمل لي حاجة. دلوقتي بتحلفيني بحياتها؟ مش دي يا بنت الست اللي امنتك على بيتها وانت سرقتيها يا بنت الكلب؟ والله العظيم يا باشا ما عملت حاجه. طب احلف لك بايه؟ احلف لك بايه؟ انت مش عايز اتكلم. استني يا باشا، والنبي والنبي ما يجي جنبي هتكلم، والله هتكلم، بس خليه زي خلاص خلاص. الخاتم فين بقى يا اشجان؟ في بير السلم. انهي بير السلم؟ بير السلم بتاع بيتنا. شفت بقى اشجان؟ اديك انتي اللي طلعتي واخده الخاتم. وعلى النعمة يا باشا، اول واخر مره، اول واخر مره. ما هي فعلا اول واخر مره. عارفه ليه يا اشجان؟ عشان انا ايديك دي هقطعهم لك. معلش يا باشا، وزة شيطان، بعدين البني ادم مننا خطاء. يعني افهم من كده ان انت خلاص توبتي ومش هتعملي كده تاني. تتقطع ايدي، تتقطع ايدي لو فكرت في الموضوع ده تاني. تمام اشجان، ملفك هيفضل مفتوح عندي لحد بس ما اتاكد من الكلام اللي انت بتقوليه ده، لغايه ما اعرف ان انت توبتي هبعتك عند ناس تشتغل عندهم في البيت. عايز كل اخبارهم اشجان، لو دبت النمله دبت هناك من غير ما اعرف مش حلو علشانك، فهماني ولا؟ نهار اسود، عيني دي قبل دي يا باشا، ده انا من رجلك دي لرجلك دي. وياكي حسك عينك حد يعرف باللي حصل النهارده هنا ده، يا اما وربنا ما هتشوف الشمس تاني اشجان. تمام، وساعتها بقى
مش هخلي ان سمسم اللي وراك ده بس يعني هو اللي يفتشك، لا ده انا هعمل عليك حفله في الاسم كله. على ايه يا باشا انت تقر؟ تمام طيب. شكلك فهمتيني. ها امشي يلا. اشكال زباله مش عارف انا ايه ده. هحط ستاير كرانيش هنا بحيث انها تدخل الضوء بشكل انسيابي، هيعمل درجه لطيفه قوي لما ينزل على الكنب البترولي اللي هحطه هنا، وهعلق كمان نجف ذهبي هنا، وتحت كل نجفه بالظبط سجاده ايراني. هو الراجل ده عارف احنا عايزين الشقه في ايه؟ اللي قال لي عليه قال لي انه فاهم احنا بنشتغل ايه. بص بقى يا باشمهندس، احنا مش فارق معانا بقى انسيابي بترولي، احنا اهم حاجه تركز على اوضه النوم. ايوه يا انت، ما انا عارف ان اوضه النوم مهمه جدا، بس اللي فهمته اكتر ان انتوا عايزين اللي يدخل ينبهر من اول لحظه لما يدخل الريسبشن والصاله والليفنج روم. لا ما تقلقش احنا هنبهره بطريقتنا. براحتكم، بس انتوا عارفين ان الابهار بيفرق قوي في الاخر لما بتيجوا تتحاسبوا ولا ايه؟ كده ابتديت تفهمنا. سيب بقى الباشمهندس يشوف شغله ده، فهمنا خلاص. ابدا يا مبهر. وهحط هنا الكنب البترولي وكرسيين على اول الباب من نفس الدرجه. واو. بقول لك يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. ما تعرفيش مستشفى دمشق التخصصي نروحها ازاي؟ ايه يا اختي مستشفى ايه؟ مستشفى دمشق التخصصي، ما تعرفيش نروحها ازاي؟ لو النبي يا اختي ما اعرفش، بس هم قالوا لك فين؟ قالوا لي قريبه كده من شارع شهاب. شارع شهاب. طب بصي انا هدلك فين شارع شهاب. هتروحي وهناك تتقصي بقى انت براحتك. بصي هتمشي كده على طول هتلاقي ميدان، من الميدان يا اختي خشي يمين. تمام. تفضلي ماشيه طوالي، عدي اول يمين تاني يمين، خشي في تاني يمين ده هتلاقي اول شهاب بالظبط. خشي بقى جوه واسالي اي حد هيدلوكي. كتر خيرك تأمريني يا حبيبتي. بقول لك ايه، هاي هي البوك اللي معاكي فيها ايه؟ فيها شكلها كده فيها هدوم مش كده؟ طب انت شكلك كده دلاله صح؟ ايوه دلاله. طب ما توريني كده حاجه من اللي معاكي. في حاجات كده الغلابه اللي زينا ولا اللي معاكي كله للناس الهاي اللي بتدفع فلوس كتير؟ يا اختي عيب عليك، ما تقوليش كده عيب عليك، انا تحت امرك ومن عينيا جوه. كده حاجه من عينيا يا اختي. يا لهوي يا ولاد الكلب الحقوني يا ست. يا لهوي الحقوني يا اخد البيضاء. اخدوا منك حاجه يا لهوي. اخدوا البيضاء. اخدوا البيضاء يا ولاد. تعالي روحي القسم. تعالي روحي القسم. يا لهوي يا لهوي عليا خالص. بضاعة ايه يا بنت اللي اتسرقت؟ شايفاني يا بنت مخطوبة على قفايا؟ ابي بفلوس يا بنت، البيت ما فيهوش ولا مليم وما فيهوش اكل، وابوكي لو راجع وما لقاش اكل هيطير عيشتنا. ياما حرام عليكي مش كده، ما تبقيش انتي والزمن عليا. بقول لك وحياة منك ان شاء الله عدو دنيا واخره، البضاعة كلها اتسرقت. والواد ذنبه ايه يا بنت تعجبيه ان شاء الله انتي؟ وريني يا بنت، فين الفلوس يا بنت؟ وريني. فين يا بنت الفلوس؟ مخبيها فين؟ خلاص ارتحتي؟ بردت نارك؟ عرفتي ان مفيش فلوس؟ قسما عظما يا بنت بطني، لو ما عبيتي بالفلوس لوريك المحن والكهن كله على قصور. بقول لك يلا بحلف بوحياة ابني. ايه؟ لو كنت تعرفيني بصحيح كنت هتعرفي ان انا ما بكذبش عليكي. يا بنت ده انت عمرك ما قلتي كلمتين على بعض صدق. طيب فرضنا صدقتك، هتقعدي يا اختي حطالي ايدك على خدك ولا تتحركي وتتنحلحي شويه؟ يعني عايزة اعمل ايه؟ سيبك من شغلات الدلاله دي خالص، انزلي اشتغلي اي شغلانه. ايه يا شهاده تشتغلي في البيوت؟ الا شغلانه البيوت، ولو هموت من الجوع مش هشتغل الشغلانه دي. لا يا روح امك، هتشتغلي يعني هتشتغلي، احنا عايزين فلوس، اتصرفي يا اختي.